المتحف الوطني بدمشق قدم أو قدر إنه يجمع مرة تانية عشرات القطع الأثرية اللي كان تم تهريبها للخارج في وقت الحرب، وحالياً بيتم عرضها أمام الزوار في المعرض اللي بيضم العديد من القطع التراثية النادرة. تعالوا نشوف التقرير ده. عرض المتحف الوطني بدمشق للزوار عشرات القطع من الآثار المستردة من لبنان والعراق والأردن. مجموعة من القطع يلي تعد من أهم القطع بالألف الأول قبل الميلاد، منها نصب حجري يرجع للألف الأول، ومجموعة من النقود المعدنية الفضية والبرونزية كمان ألف الأول قبل الميلاد، مع تماثيل حجرية كتير مهمة بفترة بعصر البرونز القديم الألف الثالث قبل الميلاد، وأختام أسطوانية مهمة من حيث المادة والمشاهد الموجودة عليها. الحرب في سوريا والمستمرة منذ 11 عاماً كان لها تأثير سلبي على الآثار التاريخية في سوريا، حيث دمرت الجماعات الإرهابية بعضها وسرق المهربون عدداً آخر منها. حوالي 35 ألف قطعة تم استردادها ما بين صغير وكبير، يعود لفترات زمنية مختلفة طبعاً، والعديد منها دخل بعمليات الترميم الفني من أجل إعادتها لما كانت. هي عملية طويلة ويتم فيها أيضاً التواصل مع الجهات في الخارج وإقامة دعاوي من أجل إعادة هذه القطع وعودتها إلى الوطن. وطبعاً هناك العديد من القطع في المتاحفنا تم إعادتها عن طريق قطر لبنان الشقيق والمملكة الأردنية، وفي بعض القطع تم إعادتها من العراق. وتحاول الحكومة السورية استرداد معظم القطع الأثرية المسجلة لديها.